بدورها أعلنت شركة بوابة عشتار التي ثارت عليها فضيحة الغرامة التاريخية، أعلنت إسقاط الدعوى المرفوعة ضد مصرف الرافدين وإبطال حكم الغرامة تجاه المصرف بدون أي شرط. وكشفت مصادر أن الشركة أسقطت الدعوى المقامة بحق مصرف الرافدين خوفا من فتح قضايا أخرى قد تكون بوابة عشتار متورطة بها. من جانبها بيّنت الأخيرة أن الاتفاق على الشرط الجزائي بقيمته الحالية كان في حالة الفسخ المتعمد أو بحالة الإخلال ببنود العقد، مؤكدة أن المبلغ لم يكن إلا لحماية الشركة. في المقابل صدقت محكمة استئناف بغداد طلب تنازل شركة بوابة عشتار عن تعويض ب 600 مليون دولار من مصرف الرافدين. وحسب بيان لرئاسة المحكمة فإن القضاء قرر إلغاء حكم التعويض والشرط الجزائي المفروض على مصرف الرافدين، وذلك بعد تنازل شركة بوابة عشتار عن الحكم السابق والذي يقضي بدفع المصرف للشركة 600 مليون دولار.